في الحقيقة دايما كنا بنشتكي ان الثقافة منحصرة بس في نطاق العاصمة، وان الرسائل الثقافية المهمة زي معرض الكتاب، زي المسرح القومي، زي الاشياء اللي بتدعمها الدولة المصرية في مجال صناعة الوعي حكر على العاصمة وعلى المدن الكبرى. النهاردة الكلام ده ما بقاش موجود، بقى في حاجة اسمها مسرح المواجهة والتكوال. المسرح ده بيطوف كل المحافظات المصرية علشان يقدم وعي ويقدم نور ويواجه أفكار متطرفة. المرحلة الخامسة من هذا المشروع بتهدف لوصول الفن المسرحي إلى القرى الأكثر احتياجاً في 20 محافظة مصرية، وده من خلال 8 عروض مسرحية متنوعة. كل عرض من هذه العروض بيتناول قضية من قضايانا المجتمعية الشائكة، بيواجهها، بيسلط كشاف نور عليها، وبيسعى إن هو يبني وعي ويعزز الثقافة في كل أرجاء الجمهورية. خلينا نشوف التقرير اللي بيرصد الملامح هذا الأمر. في إطار تعزيز الوعي الثقافي بمختلف أنحاء مصر، أطلقت وزارة الثقافة المرحلة الخامسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، الذي يهدف إلى إيصال الفن المسرحي إلى القرى الأكثر احتياجاً في 20 محافظة من خلال 8 عروض مسرحية متنوعة. تتناول هذه العروض قضايا مجتمعية هامة وتسعى لبناء الوعي وتعزيز الثقافة. تشمل المرحلة الخامسة من المشروع تقديم 200 ليلة عرض مسرحي، معظمها ضمن القرى المشمولة بمبادرة حياة كريمة. ويتم توزيع هذه العروض بين فرق مسرحية متنوعة، منها فرقة مسرح الطليعة وفرقة المسرح الكوميدي وفرقة مسرح القاهرة للعرائس ومركز الهناجر للفنون وفرقة المسرح القومي للطفل وفرقة المواجهة والتجوال. ومن أبرز العروض التي ستجوب المحافظات فرقة مسرح المواجهة والتجوال، وتقدم مسرحية توتا توتا في محافظات قنا والأقصر وأسوان وبني سويف والمنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى مسرحية السمسمية التي ستعرض في الفيوم، أسيوط، المنيا، سوهاج وحلايب وشلاتين. فرقة مسرح القاهرة للعرائس ستعرض مسرحية أكتوبر الذهبي في العريش ودمياط، ومسرحية نجوم من خشب في البحيرة والشرقية، بينما ستقدم فرقة المسرح الكوميدي مسرحية يوم عاصم جداً في محافظتي الغربية والبحيرة. وسيشارك مركز الهناجر للفنون بعرض المونودراما ودارة الأيام في محافظات بورسعيد الدقهلية البحيرة والغربية. فرقة المسرح القومي للأطفال ستقدم العرض المسرحي الحلم حلاوة في محافظتي المنوفية والشرقية. فرقة مسرح الطليعة ستعرض أوبرا العتبة في محافظتي أسيوط وقنا. ويمثل مشروع المواجهة والتجوال نموذجاً رائداً في العمل الثقافي، حيث يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتسامحاً من خلال العروض المسرحية المبتكرة التي تهدف للوصول إلى قلوب وعقول الجمهور وإثراء حياتهم الثقافية والفنية.